هلا وغلا بعطيك متابعين بالعالم. انا من دخل رمضان وصور لك معروض، جبت لك من مره سياره تعتبر اقل سعر سياره راح تشوفه عينك وراح، واقل سياره راح تسمع بها. تخيل مرخص من الاكسنت وارخص من الانترا، سياره دفع رباعي، سقف بانوراما، اربع كاميرات، كم؟ بصدمك بالسعر، كانت اول 93,000 ريال، الحين 69,000 ريال. معليش على اللايك، 69,000 ريال. جيلي الزكارة وارد الوعلان، وفوق كذا بعد عليها صيانة مجانية لمدة سنتين أو 40,000 أو 40,000 كيلومتر أيهما أسبق. عندهم النص فل اللي بتسعة وستين ألف، وعندهم الفل راح تكون بأربعة وسبعين ألف ريال. طبعا الفل هذه كان سعره قبل 98,000 ريال. تعالوا خلونا أوريكم وناخذ لكم لفة سريعة على مواصفات السيارة. طبعا هذه نازلة من 2021 وجربنا لكم، رحنا بالحائل وحصلنا مارس على خفيف ودخلناها الشعيب، وبيجربها مرة ثانية وبدخلها النفود. تعالوا مع بعض خلونا نشوف. قبل أن نبدأ الفيديو هذا برعاية موقع حراج، تخيل يا صديقي أكثر من 2 مليون زائر يوميا وأكثر من 60,000 إعلان يوميا، تقدر تبيع وتشري أي شيء يطري على بالك. وتعالوا خلونا أوريكم السيارات موجودة عند مين؟ عند معرض الاختيار. وين؟ بالقدسية، شركة معرض الاختيار للسيارات. نقول بسم الله وعلى بركة. وهذه جيلي زكارة عند مين؟ عند معرض الاختيار، معرض القدسية. هذه النص فل وهذه الفل، عندهم أغلب الألوان وكمية محدودة يا صديقي. الموديل 2023، المكينة 3 سلندر 1005 بقوة 187 حصان، والعزم 265 نيوتن، والجير 7 سرعات، حجم التانكي 58 لتر. هذه النص فل، انت ابيك تقيس وتقارن وتفكر منطق. موتر مرتفع بهالسعر، اتحداك تجيب لي موتر بهالسعر. دفع رباعي، سقف بانوراما، اربع كاميرات، وعليه صيانة مجانية مثل ما قلت لك قبل شوي، 40,000 كيلومتر او سنتين ايهم اسبق. هذا النص فل، الجنط مقاس 18، والواجهة الأمامية عندنا أنوار LED وحساسات أمامية وأربع كاميرات. هذا الفل بنجيه بعد شوي، وهناك الفل، وهذه الجهة الجانبية، الجنط مقاس 18. الموتر لو تلاحظ في كثير من الناس يبي سعر سيارة معقول ومرتفع، هذا السعر أشوفه جدا مناسب. خلونا قبل أوريكم الداخلية بوريكم الصف الثاني وبسكر لكم الشنطة، لأننا جالسين نصور الجمهور سناب. هذا الشكل الخلفي، اصطبات LED زايد حساسات خلفية ومخرجين شكمان، وكيل مين تبع طبعا وارد جيلي الوعلان. اصطبات LED، جنح خلفي، سقف بانوراما، موتر نص فل لكن في مواصفات. هذه شنطة يدوية الفل، راح تكون شنطة توماتيك. هذا الغطاء حق الشنطة تعتبر جاية متوسطة الحجم، وهذا سبير مؤقت، وهذه الداخلية مرتب جلد سقف بانوراما. وتعال خلو اوريكم الداخليه، بنجرب ثنتين بناخذ الفل. صرفيه الوقود يمشي كل لتر كم؟ 17.3، ورحنا عليه الحائل وبروح عليه بعد الحائل، وبنزين 95. هذه جهه الصف الثاني، هنا مرتب جلد، وهنا رباقات اماميه وجانبيه، وهذه اهم شيء للعوائل. هنا عندنا التكه اللي بالنص، محامل الاكواب، ومخارج ومكيف اثنين، ومخرجين يو اس بي. وهذا سقف البانوراما، وهذه جهه السواق، شاشة كبيرة 12 إنش مع أربع كاميرات. ركز معي، عطني رايك بالسعر، ترى السعر جدا خيالي. أزرة تحكم بنوافذ، كرسي كهرب، مراتب جلد. وهذه الداخلية، الشاشة اللي جايب حجم 7 إنش، تانك البنزين والحرارة. وهنا عندك الكاميرات، تبي 2D موجود، تبي 3D موجود، علشان اخواتنا البنات اللي تبي توقف شوفوا الباب كله مفتحه، بتشوف كل شيء، علشان اذا تطلع ولا توقف مواقف ولا باي شيء تقدر تشوف كل شيء وترجع الموتر وتاخذ راحته. وهنا بعد اكثر من زاويه، شوف تقدر تتحكم حتى باعدادات الشاشه الكاميرا. وهنا الشاشه القائمه الرئيسيه تجيك بالشكل هذا. وهنا عندنا زر التحكم اللي هو بالمكيف، زر المنحدرات، وزر الكاميرا، والجير بسبع سرعات. وهنا وضعيات القيادة اللي جاية بالشاشة 7 إنش مع أربع وضعيات، إيكو، سبورت، كومفورت،
وفوت. وهنا عندنا حامل الكواب وهذا المفتاح والتكاية اللي بالنص مع فرار حق تبريد إذا شغلت مكيف. وهذه إضاءة حتى السقف الأنوار LED. هذا البوري وهذا الفل. الفل كانت 98,000 ريال، الحين سعره 74,000 ريال شامل ضريبة. وبوريك اللون الأسود، ترى أنا واحدة من بناتنا عنده واحد أسود، بصور لكم إن شاء الله وقت التجربة خليكم تشوفونه زي هذا. وهي اللي مقتنعة بالسيارة، شافت أكثر من سيارة قالت لا أنا بزي هذا، ماخذينه له قبل سنتين وبسعر الغالي، أذكر تقريبا 95 أخذناه. والحين شوفوا بكم الفل قبل 98 والحين ب 74 اللي هو هذا الفل. شوفوا ما شاء الله عندهم متوفر أغلب الألوان، الكحلي الفضي الأبيض الأسود على الشكل الجانبي. وش يفرق الفل النص فل؟ راح يفرق شنطة كهرب، هنا عندنا اسطبات LED، ويفرق بعد وشو هذا شنطة الكهرب، يفرق الإضاءات المحيطية. هذا الصف الثاني موتر وسيع ورحب، وهنا الإضاءات المحيطية داخلية زي اللي قبل شوي، مرات التسخين وتبريد ومخرمة، رباقات أمامية وجانبية لكل الفئتين، دخول ذكي كلهم. هذه الإضاءات المحيطية صرت تحكم له بنوافذ، في ذاكرة تخزين مراتب، النصف لا مراتب مخرمة عشان التبريد والتسخين. هذا سقف البانوراما، وهذه الداخلية يزود الرادار، والباقي نفس النصف. وهذه الإضاءات المحيطية، ترى السعر جدا معقول. أبيكم تكتبوا لي تحت في التعليقات وش الموتر اللي يجي دفع رباعي بهالقيمة، وصيانة مجانية سنتين أو 40,000 كيلومتر أيه مسبق، زايد طبعا جليل وعلان وكيلو جليل وعلان، قطع الغيار متوفرة، كل شيء موجود. وأي شيء يصير لأي سيارة أنا أصورها لكم عليها ملاحظات أو أي إشكال، بس اكتبوا لي تحت، ما عندكم أي مشكلة. عطني رأيك بالسعر، عطني رأيك بالسعر، وش الموتر وش القيمة اللي تجيبك 69,000 بسيارة دفع رباعي زي هالسيارة هذه. أحط لكم أرقامهم وحساباتهم وبنجرب لكم، وبحط لكم رابط تحت بالوصف لأني جربت واحد فل زي هذا أزرق، أذكر أني دخلته شعيب، بس إن شاء الله مع سيارتين تجربة الفل والنص فل بنجربهن وبدخلهن النفود وبحصل لهم مارس وتشوفون أداء هالموتر. وبالتوفيق للجميع وفضلان الله.